بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النيل قناة النادي الأهلي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم لنقل مباراة الكرة الطائرة لنهائي أفريقيا بين فريقي النادي الأهلي صاحب الألقاب والأكثر تتويجا مع نادي الترجي التونسي بصالة عيسى بن نصر من تونس. أشكر زميلي الإعلامي أمير هشام ومحدثكم دكتور مروان صالح، يحييكم لنقل مباراة الكرة الطائرة بين فريقي النادي الأهلي ونادي الترجي التونسي في نهائي بطولة الأندية الأفريقية المقامة بنادي قليبة التونسي بتونس. والحكم علي فضيلي طلع على الشبكة، وهنقول لحضراتكم التشكيل، وهي المذيع الداخلي حالا هينادي على الأسامي. طبعا الصالة ممتلئة عن آخرها، نتمنى الفوز والنصر للنادي الأهلي. بتذيع على أسماء لاعبي النادي الأهلي أمام حضراتكم، وهنقولها مع حضراتكم: محمد عادل، أحمد صلاح، عبد الله عبد السلام، عبد الحليم عبو، أحمد عبد العال، أحمد سعيد أمام حضراتكم رقم 18، ومحمد معوض ليبرو الفريق. ادي النادي الاهلي امام حضراتكم على ايدك اليسار بزيه الاحمر، فريق الترجي رقم 2 احمد القاضي، رقم 3 خالد بن سليمان، رقم 8 الياس كرموسلي امام حضراتكم، رقم 20 صادم هميسي ليبرو الفريق، رقم 6 محمد بن علي او بن عثمان، رقم 3 خالد بن سلمان. وادي لعيبه النادي الاهلي: عبد الله عبد السلام كابتن الفريق. وهنبتدي حالا المباراه، اللقاء قوي وبطوله قويه، ويصل اليها فريق النادي الاهلي للنهائي. ربنا يوفق ان شاء الله وتكون البطولة من نصيب النادي الأهلي بإذن الله. يبقى على إيدك اليمين فريق الترجي بزيه الأصفر في أحمر، على إيدك اليسار النادي الأهلي بزيه الأحمر كابتن محمد مصلحي ميدو. بالتوفيق يا كابتن وجهازه الفني، تامر مجدي، إيهاب فخر الدين، سامح ضلام، محمد جمعة، حسين عبد المجيد، ومدير الفريق كابتن خالد أبو زينة، اللواء خالد أبو زينة، وأيمن علي إداري الفريق. لعيبة الأهلي بتشجع بعضها. الأهلي الأكثر تتويجا في الأندية بالألقاب القارية، وادي المدير الفني لجوبو ترافيكا السربي الإيطالي المدير الفني لفريق الترجي. والإرسال مع نادي الترجي، إرسال من أعلى استقبال النادي الأهلي، إعداد عبد الله عبد السلام، وعبد الله بيضرب أحمد صلاح بذراعه الأيسر، وأول نقطة النادي الأهلي، واحد الأهلي لا شيء للترجي. رأي عبد الحليم عبو على الإرسال، يلا يا رجالة أحسن، عبد الحليم على الإرسال، الحكم علي فضيلي من المغرب بيشاور بالارسال، عبد الحليم عيبو، ارسال صعب شويه، اعداد، محاوله من فريق الترجي، وحائط صد جماعي، ولكن يا جماعه لازم نغطي على حائط الصد، يلا احسن نعوض، يلا 1-1 الارسال مع الترجي. إرسال من أعلى مع رقم 3 خالد بن سلمان، في تحفظ وترقب كده من لاعبي النادي الأهلي، أهو أمام حضراتكم استقبال، إعداد عبد الله، ضربة ساحقة من مركز 3 سريع من محمد عادل دولا، بيجيب النقطة رقم 2، 2 النادي الأهلي، 1 الترجي التونسي. والإرسال مع كابتن الكباتن أحمد صلاح العالمي، إرسال يلا 2 الاهلي 1 الترجي، انتظر اشاره الحكم الدولي علي فضيلي المغربي، ارسال من اعلى بالذراع الايسر، استقبال ومحاوله كده، ولكن في خطا شبكه اعتقد على لاعبي نادي الترجي، والنقطه الثالثه للنادي الاهلي
ثلاثة الأهلي أهو طالع، بص طالع طالع. ثلاثة الأهلي، واحد الترجي، وأحمد صلاح بذراعه الأيسر خارج الملعب. نلعب أحسن منها، هنجيب إن شاء الله. إرسال مع الترجي، رقم 8 الياسكر موسلي بيجيب نقطة مباشرة. إيس، نخلي بالنا يا جماعة من الإرسالات القوية من لاعبي نادي الترجي. يلا يا أحمد، كليكيت تاني مرة. إياس رقم 8 لاعب مركز 4، إرسال الترجي، استقبال النادي الأهلي، أحمد سعيد، عبد الله عبد السلام، أحمد سعيد، وتيجي في الليبر وتبقى خارج الملعب، ونقطة للنادي الأهلي. التقدم الأهلاوي 4، الأهلي 4، 3 للترجي. أهو أحمد سعيد طالع وضارب ومنشن على الليبرو، وتيجي خارج الملعب وتبقى 4 الأهلي 3 للترجي. أحمد سعيد على الإرسال، إرسال من أعلى قوي، استقبال مرة تانية وإعداد خلفي ومحاولة وهتصد ولكن خارج الملعب، ونقطة للترجي. مع حضراتكم هنشوفها مرة تانية، تاتش بلوك لنادي الترجي ولكن اتحسب في خطأ على نادي الترجي، ونقطة للنادي الأهلي. النقطة الخامسة، خمسة الأهلي ثلاثة للترجي، فارق نقطتين، هنوسع الفارق شوية إن شاء الله. وادي ضربة ساحقة مرة تانية وحائط صد ولكن نقطة خارج الملعب، والنقطة الرابعة للترجي، وانتقل الإرسال إلى نادي الترجي. تلتاشر على الإرسال، سليم من باركي رقم 13 يلعب إرسال من أعلى. يلا يا رجالة بالتوفيق إن شاء الله. ضربة ساحقة وحائط صد مرة تانية يا جماعة. خمسة خمسة، يلا نعوض. إرسال مرة تانية مع رقم 13 سليم مباركي، يلعب إرسال من أعلى خارج الملعب، نقطة نقطة للأهلي. يلا يلا الإرسال مع النادي الأهلي، ستة الأهلي خمسة الترجي. أحمد سعيد أهو أمام حضراتكم على الشاشة، عادل محمد عادل دولا لاعب النادي الأهلي مركز 3. يلا يا دولا، إرسال من أعلى خارج الملعب، خارج الملعب، نقطة التعادل، ستة ستة. الإرسال مع نادي الترجي، في اعتراض كده من خالد بن سلمان مع الحكم، بيتكلم ادي الكابتن محمد مصير حميدو، بالتوفيق يا كابتن ان شاء الله. إرسال ترجي رقم 7 حمزة نقة بيلعب إرسال من أعلى، وتيجي في أحمد سعيد بتبقى خارج الملعب، ونقطة التقدم 7 الأهلي 7 الترجي 6 الأهلي. على الإرسال حمزة، حمزة نقة يلعب إرسال من أعلى رقم 7، إرسال قوي، نخلي بالنا من إرسالات. أهو عبد الله، يلا تاتش بلوك ونقطة للنادي الأهلي 7 7. يلا يا رجالة، يلا إحنا الأحسن، إحنا الأحسن فنيا والأحسن تكتيكيا وأحسن، إحنا أصحاب العرش الأفريقي للكرة الطايرة والأكثر تتويجا في العالم، 20 لقب
حائط صد وصد مشروخ، حائط صد مشروخ والكره خارج الملعب، والنقطه التامه لنادي الترجي. عبد الله كان هيخش شويه عشان يلم على حائط الصد، ارسال من اعلى، استقبال اهو، اعداد عبد الله، هناك احمد صلاح، ولكن في حائط صد من نادي الترجي وبيرجع الكره، وتسعه الترجي الاهلي سبعه. احمد كان عايز يلعبها لب بسيط كده، ولكن جت في ايد حائط الصد ورجعت ملعب النادي الاهلي. استقبال مره ثانيه النادي الاهلي، يلا يا رجاله، هي المفروض تاتش بلوك ولكن اتحسبت خارج الملعب، هنشوفها في الاعاده مره ثانيه. في كلام كده مع من عبد الله كابتن الفريق مع علي فضيلي المغربي. تايم اوت طلبه كابتن محمد مصلحي ميدو عشان يشوف تعديل بعض الاخطاء وتصحيحها. ما تغلطش انت، ما تغلطش. اهو امام حضراتكم اهو. انتهى الوقت المستقطع لطلبه كابتن محمد مصلح ميدو. والارسال مع الترجي، 10 الترجي 7 النادي الاهلي، ان شاء الله نعوض ونتعادل. رقم 6 على الارسال محمد علي بن عثمان، هيلعب ارسال من اعلى، استقبال النادي الاهلي، يلا يا عبد العال عبدي مرة تانية، وحائط صد جميل فردي من عبد الحليم عبو، وبيرجع كرة ملعب ترجي، والنقطة الثامنة النادي الاهلي، 8 الاهلي 10 الترجي. ارسال النادي الاهلي، لعب الارسال والكرة اعتقد خارج الملعب، ونقطة لنادي الترجي. حداشر الترجي 8 الاهلي. الارسال مع النادي الترجي، استقبال خارج الملعب، خارج الملعب، نقطة للاهلي. 9-11 الاهلي، 9 الترجي، 11 عبد الحليم عبو، ارسال من اعلى وبيجي في الشبكه وبينزل ملعب الترجي، ومن يطلع حائط صد، برافو برافو احمد صلاح ومحمد عادل، دول نقطه تفصلنا على التعادل. حائط صد بيجيب نقطه اهو، طالع حائط صد زوجي، واحمد صلاح رجع الكره، ونقطه، فارق نقطه. والارسال مع عبد الحليم عبو، لاعب النادي الاهلي مركز 3، يلعب ارسال من اعلى، 10 الاهلي 11 الترجي، يلا يا رجاله اهو، نطلع حائط صد، نغطي على حائط الصد، استقبال ارسال ومحاوله مره ثانيه، بنعدي الكره، احمد صلاح بيعديها صوابع، وادي مره ثانيه، ولكن نخلي بالنا. 12 الترجي 10 الاهلي، فارق نقطه واحده. ارسال من اعلى رقم 3 خالد بن سلمان، هيلعب ارسال من اعلى قوي خارج الملعب، والتعادل. 11 الاهلي 12 الترجي. الارسال مع النادي الاهلي، احمد صلاح العالمي، احسن لاعب، احسن ضارب افريقيا ومصر والعالم، رقم 4 بيلعب ارسال قوي، استقبال، اعداد، وحائط صد ناجح من النادي الاهلي، وربنا يستر احمد سعيد.
عادل وهو نادي تقريبا خبط في رجله، ونقطة التعادل 12-12 اهو. هنشوف امام حضرتك تاني اهو، الاثنين طالعين عادل واحمد سعيد اهو امام حضراتكم، تقريبا اتخبط في رجل عادل محمد عادل. 12-12 والارسال ما زال مع احمد صلاح العالمي رقم 4. يلا يا ابو صلاح، ارسال من اعلى، لا في الشبكه، معلش. ١٣ الترجي، ١٢ النادي الاهلي. والارسال مع الترجي، ارسال من اعلى، استقبال عبد الله عبد السلام، اعداد واحمد صلاح، والتعادل 12-12 13-13. احمد سعيد رقم 18 رايح على الارسال، يلا يا ابو حميد اهو. احمد صلاح طالع وضارب، احمد سعيد على الارسال قوي، واستقبال اعداد هناك في مركز 4، ومحاوله والكوره خارج الملعب، خارج الملعب، خارج الملعب، في احتجاج من لاعبي الترجي ان الكره جوه، ولكن هي كوره خارج الملعب. اهي اهي، لا الله، يعني لسه هنشوف القرار ايه النهائي، قرار النهائي. ١٤ الاهلي، ١٣ الترجي التونسي، والارسال مع احمد سعيد، يلا يا رجاله، ارسال من اعلى، احمد سعيد خارج الملعب يا احمد. تعادل 14-14، والارسال مع 13 سليم من باركي لاعب نادي الترجي التونسي. ارسال، استقبال، اعداد عبد الله، ومحاوله للعب الكره الى ملعب الترجي، ومحاولة صد تاني ولكن خارج الملعب، ونقطه للترجي، نقطه 15، 15 الترجي، 14 الاهلي. الارسال مع الترجي، عبد الله بيقول لهم نهدى نهدى ان شاء الله، عبد الله عبد السلام كابتن الفريق اهو. ارسال من اعلى، سليمان باركي بيلعب ارسال، عبد الله بيعد لاحمد صلاح، يلا يا ابو حميد مره ثانيه، وادي ضاع حائط صد، اعداد عبد الله لاحمد عبد العال، ونقطة، نقطة للنادي الاهلي، نقطة التعادل. الشوط ده ماشي نقطة نقطة زي ما بنشوف اهو، 15-15، وطالع احمد عبد العال اهو اهو امام حضراتكم. محمد عادل دول على ارسال، يلا يا دولا، ارسال من اعلى، اعداد ومحاولة مرة ثانية، ايوه عبد الله عبد السلام غطى على حائط الصد، احمد صلاح هيعدي الكوره الملعب الترجي كده احسن الاطمئنان، ومحاوله مره ثانيه لحائط الصد، النادي الاهلي خارج الملعب، خارج الملعب، ونقطه للنادي الاهلي، 16 الاهلي، 15 الترجي. اهو اهي الكوره اهي، ما لمستش حد، خارج الملعب. عادل على الارسال، 16 الاهلي، 15 لنادي الترجي، مره ثانيه ضرب ساحق ومحاوله يا جماعه. التعادل 16-16، فرقتين بطوله قويه، وفرقتين اقوى فرقتين في افريقيا، بس الاهلي طبعا صاحب التاريخ وصاحب الامجاد وصاحب الالقاب العالميه والدوليه والقاريه والمحليه. رقم 7 على الارسال حمزه ناقه، بيلعب ارسال من اعلى اهو،
خارج الملعب، ولكن جت على خط الملعب ونقطة لأهو أهو هي جت على الخط فعلا، ونقطة لنادي الترجي. حمزة على الإرسال، 17 الترجي 16 الأهلي أهو. استقبال وحش من أحمد عبد العال، معلش معلش تتعوض. هيعمل تغييره كابتن مصلحي، هينزل الحسيني اعتقد اهو. عبد الرحمن 18 الترجي 16 النادي الاهلي. ضاع ارسال وتقدمنا نقطة، فرق نقطة. الحسيني نزل، عبد الرحمن على الحسيني، ارسال من اعلى عبد الله عبد السلام، 17 الاهلي 18 الترجي. وادي اعداد، وادي محاولة مرة ثانية، استقبال احمد سعيد، اعداد وضرب ساحق احمد صلاح، خارج الملعب، ونقطه نقطه للنادي الاهلي، نقطه التعادل 18 18. طالما في اصرار وفي كفاح ان شاء الله الاهلي يفوز باذن الله. اهو فرحه محمد رمضان، ليبرو الفريق رقم 17 واحمد صلاح. عبد الله عبد السلام ارسال، اعداد، حائط صد، وفي تغطيه على حائط صد من احمد صلاح. مرة تانية أحمد صلاح بيحاول يعدي الكرة، وادي خارج الماء، كانت على الخط على الخط. 19 الترجي 18 الأهلي. أهو أي جاي على الخط، إرسال الترجي، إرسال من أعلى، استقبال، اعداد، وادي ضربه ساحقه من عبد الحليم علو عبو، ومحاوله مره تانية اهو عبد الله مره تانية، ونقطه نقطه نقطه التعادل يا رجاله. 19 19. اهي اهي طلع فوق اعلى نقطه ولعبها من فوق حائط الصد. تسلم ايدك يا عبو، تسلم يا ابني. عبد الرحمن الحسيني هيلعب ارسال من اعلى، ارسال قوي، استقبال، حائط صد، يلا تغطيه، اعداد يا عبد الله، احمد صلاح، نقطه 20، النقطه 20 20. يلا يا عبد الرحمن كلاكيت تالت مره، يلا يا حسيني. احمد صلاح هو طالع وضارب بايد ذراعه الايسر، والنقطه 20 والتقدم للنادي الاهلي. عبد الرحمن الحسيني بيلعب من اعلى اهو، استقبال، اعداد، ومحاوله، واستقبال من عبد الله، ومره ثانيه النادي الاهلي حائط صد وخارج الملعب، والنقطه التعادل للترجي. تغيير في الترجي، نزل رقم 17 اللي هو ايمن كروي مكان رقم 7 اللي هو حمزة بن ناقر. والإرسال مع أيمن رقم 17، إرسال قوي، استقبال، عبد الله معد، أحمد سعيد فوق حائط الصد، أحسن، تلعب تاني مرة تانية، استقبال تاني، ودافع عن الملعب، عبد الله، أحمد سعيد، والنقطة نقطة التقدم، 21 الأهلي 20 ترجي. اهو عبد الله طالع ومدي لاحمد سعيد، وفي احسن من كده ان شاء الله. الارسال مع عبد الحليم عبو، واحد وعشرين النادي الاهلي، نادي الاكثر تتويجا في الكرة الطايرة في العالم، بيلعب الكرة في تغطية
احمد سعيد مره ثانيه، يلا يا جماعه ندافع، يلا احمد صلاح، نقطه التقدم مره ثانيه. 21 النادي الاهلي، 22 النادي الاهلي، 20 الترجي احسن. يلا يا رجاله اول مره نفرق نقطتين، يلا عايزين نخلص الشوط ده عشان يبقى دفعه معنويه للشوط الثاني. اهو حمزه واقف وقت مستقطع طلبه المدير الفني لوجو بو ترافيكا، المدير الصرب فني الصرب لنادي الترجي، وفرق نقطتين للنادي الاهلي. بيزعق معاهم جامد اهو، سامعين حضراتكم. ان شاء الله بالتوفيق لعيبه النادي الاهلي، ناخد الجيم ده ان شاء الله باذن الله والمباراه، وناخد بطوله افريقيا. يلا يا رجاله، حسيني عبد الرحمن الحسيني ناشئ لاعب، عبد الحليم يحب ارسال من اعلى، استقبال اعداد، ومره ثانيه نادي الترجي بيلعب وصد جميل، جميله محمد عادل دوله واحمد صلاح، النقطه 23، ويتقدم النادي الاهلي 23-20 وفارق 3 نقاط. تغيير ثاني اهو للنادي الترجي. يلا يا رجاله احسن يا عادل، قفلت الزاويه المره دي وجبت نقطه 23-20. يلا قربنا ناخد الجيم ده. وقت مستقطع طلبه تاني الكابتن لوجوبو ترافيكا المدير الفني الصربي الايطالي، عشان يوقف يوقف الحماس ويكتسب حماس لعيبه النادي الاهلي ويمتص حماسهم ويعطل شويه، لان فارق 3 نقاط. احسن احمد صلاح، حمزه بيتفرج، حمزه نقى رقم 7 اهو. يلا يا عبد الحليم عبو، عبد الحليم عبو لاعب النادي الاهلي مركز ثلاثات، بيلعب ارسال من اعلى، استقبال اعداد، ومحاوله مره ثانيه من حمزه، حائط صد خارج الملعب، ونقطه لنادي الترجي. 21 الترجي، 23 الاهلي. يلا يا رجاله نستقبل الكره اللي جايه ونجيب منها نقطه، يبقى 24 يبقى نقطه ونخلص الشوط الاول. يلا تعليمات عبد الله عبد السلام اهو للحسيني عشان يغطي ورا المنطقه الخلفيه. ايس ايس ايس، معلش معلش. يلا وقت مستقطع طلبه كابتن محمد مصلح ميدو طبعا عشان يهدي ويكتسب حماس او يمتص حماس لاعبي. ادي الكابتن محمود الوزير اللي هو اللي هو التقني، المحلل التقني، ومحمد جمعه، ومعاهم تامر مجدي، الجهاز الفني كله واقف على رجله. وادي محمد عصام معوض، ادي لاعيبه النادي الاهلي. يلا يا رجاله 23 الاهلي، 22 الترجي، اهي الكره اللي عدت دي. ادي رقم 19 طيب كربوسلي اللي هو الليبرو. ارسال من الترجي، استقبال النادي الاهلي خارج الملعب، خارج الملعب، النقطه 24. يلا فاضل نقطه واحده، نقطه واحده وناخد الجيم ده يا رجاله. احمد صلاح على الارسال، في تغيير، عبد الله عبد السلام ونزل حسام يوسف معد الفريق رقم الثاني. احمد صلاح بيشاور الحكم هيلعب، حسام يوسف اهو اكيد منزله
لحاجة فنية إن شاء الله. يلا يا أبو حميد، إرسال من أعلى، استقبال، إعداد، يلا يا جماعة صد نقطة، النقطة 25، النقطة 25 والشوط الأول للنادي الأهلي، 25 الشوط الأول. ما ماشي 25 22 للنادي الأهلي، وراحة ونعود لحضراتكم مرة تانية. معكم في الشوط الثاني من قناة النادي الأهلي، نتابع معا أحداث مباراة الكرة الطائرة بين نادي الأهلي صاحب الألقاب وأعلى الألقاب الدولية والقارية والعالمية، النادي الأهلي ونادي الترجي التونسي في نهائي بطولة أفريقيا المقامة بنادي قليبة التونسي بتونس. وشفنا الشوط الأولاني كان تقدم النادي الأهلي ومشي الشوط نقطة نقطة، ونجحنا نجح النادي الأهلي ولعبت النادي الأهلي في التفوق والحصول على الشوط الأول 25-22 بفضل التألق والخبرة للاعبي النادي الأهلي. وأقدم أمام حضراتكم فقرة فنية ما بين الشوطين الأول والثاني بتقدمها بعض الفرق التونسية في أرض الملعب، وهو انتهى الوقت الراحة ما بين الشوطين، خرجت الفرقة والحكم الثاني بيشوف، وادي اللاعبين نزلوا أرض الملعب. على إيدك اليمين نادي فريق الترجي التونسي بزيه الأحمر في أصفر، والنادي الأهلي بالأحمر الكامل الشورت والفلنة. على شمالنا النادي الأهلي التشكيل، عبد الله عبد السلام رقم 2، أحمد صلاح رقم 4، عبد الحليم عبو ثلاثات مركز 3 بيلعب ورقم 3، وأحمد محمد عادل دولة رقم 11 خرج ونزل مكانه محمد رمضان الليبرو، وادي عبد الرحمن الحسيني. والإرسال مع النادي الأهلي على إيدك اليسار، والتقدم للنادي الأهلي. وهذا الشوط الأول 25-22، احنا في الشوط الثاني إن شاء الله الشوط الأول يكون دفع للاعبي النادي الأهلي، دفع معنوية كبيرة إن احنا نفوز بالشوط الثاني إن شاء الله، ونفوز بالثالث وبالمباراة وبطولة أفريقيا بإذن الله. إرسال من عبد الرحمن الحسيني، إرسال قوي، استقبال، إعداد من الترجي، وهذه ضربة ساحقة وفي دفاع عن الملعب. أحمد صلاح بيشوط ولكن جت في الشبكة، ونقطة لنادي الترجي. الإرسال ينتقل إلى نادي الترجي، أهو أحمد صلاح طايع جت في الشبكة، معلش يا أحمد، بيعتذر لزمايله أحمد. استقبال، إعداد عبد الرحمن الحسيني هناك وبيلعب أحمد سعيد وبيجيب نقطة التعادل 1-1. يلا يا رجالة، نزل محمد عادل دولة وخرج الليبرو الفريق محمد عصام معوض في النقطة دي، لأن كده اللفة بتلف عشان كده هو هيطلع قدام، فلازم ينزل يكون في البديل اللي في المنطقة الأمامية محمد عادل دولة. هذا الحكم المغربي علي فضيلي يدير هذا اللقاء، والنتيجة 1-1. ودفاع عن الملعب من عبد الله عبد السلام، يعدي الكرة أحمد سعيد، حائط صد يا رجالة، يلا العب يا عبو، ولكن خارج الملعب، اصطدم عبو بلوحة الإعلانات، واثنين الترجي 1 النادي الأهلي. معلش نعوض، يلا إن شاء الله. إرسال من نادي الترجي، لاعب رقم 3 خالد بن سلمان، إرسال من أعلى، استقبال وحش من، معلش نعوضها، معلش يا محمد، معلش، إرسال من أعلى مرة تانية، أدي عبد الرحمن الحسيني
يلا يا رجاله استقبال احسن كده واعداد واحمد صلاح محاوله تغطيه وبره خارج الملعب ونقطه للنادي الاهلي 2 الاهلي 3 الترجي والارسال مع النادي الاهلي حريص عليها محمد عصام لانها كانت خارجه بره فاستناها لما تخرج بره احمد صلاح على الارسال 2 الاهلي 3 الترجي يلا يا ابو صلاح خارج الملعب الارسال مع الترجي ارسال من اعلى اهو استقبال اعداد عبد الله ومحاوله كده من احمد سعيد بيسقطها نلعب تاني نعد وندافع ونضرب يلا احسن ابو صلاح ابو صلاح يا جامد ضربه ساحقه بالذراع الايسر من احمد صلاح اهي بص عبد الله عدد له خلفي وطلع وحاط صد مشروخ والليبرو رقم 19 طيب كربوستي ما عملش فيها حاجه والنقطه الثالثه للنادي الاهلي 3 الاهلي 4 الترجي في الشوط الثاني اللي لسه جاي قدام شاشات قناه النادي الاهلي نتابع معا مباراه الكره الطايره بين النادي الاهلي والترجي التونسي في نهائي افريقيا احمد سعيد بيعتذر على الارسال ارسال من 13 سليم مباركي نادي الترجي ارسال من اعلى مع الوزن ارسال قوي احمد صلاح اعداد احمد سعيد ومحاوله مره ثانيه يلا حاعد صد يا رجاله سته الترجي ثلاثه النادي الاهلي نخلي بالنا يلا نخلي بالنا معلش ارسال من اعلى سليم باركي الارسال بتاعه قوي جدا محاوله كده من لاعبي النادي الاهلي احمد صلاح مره ثانيه عبد الله عبد السلام بيعد تاني هناك ليه عبد الرحمن الحسيني اللي بيجيب نقطه من مركز اربعه وبيجيب نقطه رقم اربعه اهو طالع هناك عبد الله عدد له وشاط وطلع حاط الصد الزوجي الترجي و نزلت الكرة في أرض ملعب نادي الترجي والإرسال مع محمد عادل دولة محمد عادل على الإرسال يلا يا دولة استقبال إعداد ومحاولة للنادي الأهلي ودفاع للملعب أحمد سعيد إعداد وضربة ساحقة حاط الصد رجع الكرة في ملعب النادي الأهلي وبياخد نقطة الترجي السبعة اهو احمد عبد الرحمن الحسيني طالع سبعه الترجي اربعه النادي الاهلي الارسال مع الترجي حمزه نقه ارسال من اعلى استقبال عبد الرحمن اعداد عبد الله وضربه ساحقه وتيجي حائط صد مشروخ والنقطه رقم خمسه للنادي الاهلي خمسه الاهلي سبعه الترجي اهو عبد الرحمن بسم الله ما شاء الله ربنا يديك الصحه يا ابني ونقطه ضربه ساحقه حائط صد مشروخ ثلاثي استقبال ومحاوله من التغطيه على حائط الصد مرة تانية أحمد صلاح معلش تعوض يلا ثمانية الترجي خمسة النادي الأهلي لازم نخلي بالنا يا رجالة من التغطية على حائط الصد وعلى الضرب الصاحب النادي الاهلي 8
للترجي، 6 النادي الاهلي، 8 الترجي. الكره اللي فاتت حسبت للنادي الاهلي اهي، ادي محاوله مره ثانيه، ارسال واستقبال جميل محمد رمضان، وادي ضربه ساحقه قويه من احمد صلاح، وخطا على لاعب من لاعبي الترجي، والنقطه رقم 7 للنادي الاهلي، وخلص الفارق الى نقطه واحده. يلا يا رجاله يلا، اهو احمد صلاح طالع، بص في لمس الشبكه ونزل حط رجليه، خطا على اللاعب وشاور عليه الحكم الثاني الجزائري. ارسال من اعلى، ستيبان، ودي ضربه ساحقه خارج الملعب، خارج الملعب، ونقطه التعادل 8-8. في اعتراض كده من لاعبي الجزائر اهو، من لاعبي الترجي التونسي، اسف، انذار. ثمانية ثمانية أهو، في اعتراض من خالد بن سلمان رقم 3 واداله انذار، والارسال مع النادي الاهلي 8-8. يلا يا حسيني يلا يا بابني يا ابني، ارسال من اعلى استقبال، دافع بين الكابتن محمد مصلحي، وفعلا زي ما توقع، ونقطه للنادي الاهلي، النقطه 9 والتقدم للنادي الاهلي بفرق نقطه. يلا بقى يلا بقى، حسيني على الارسال، عبد الرحمن الحسيني، 9 الاهلي 8 الترجي. يلا عشان ناخد الشوط الثاني ان شاء الله، اهو ارسال من اعلى خارج الملعب، خارج الملعب يا حسيني، حسدناك ولا ايه؟ معلش، ارسال 9-9 الترجي، استقبال معوض، اعداد احمد صلاح خارج الملعب، حسبها لنادي الترجي. يا جماعه ده خارج الملعب وحائط صد واضحه خالص، اهي متعادل اهي تاني اهي 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 اهي، جت في ايديه وخارج الملعب، يعني فيها شك. وادي النقطة ال 11، نخلي بالنا ونعوض. يلا يا رجالة، إرسال من أعلى نادي الترجي، 11-9 خارج الملعب، والنقطة النقطة العاشرة للنادي الأهلي، 10 الأهلي الترجي 11. يلا يا رجالة، برضو الجيم ده ماشي زي الجيم الأولاني، ماشي نقطة نقطة. عبد الحليم عبو على الإرسال، عبد الحليم رقم 3 بيلعب في مركز 3 أهو، استقبال إعداد الترجي، ومحاولة خارج الملعب، ونقطة للنادي الأهلي، ونقطة التعادل، نقطة التعادل 11-11. كل لعيبة الأهلي رفعت إيديها خايفة الحكم يحسبها جوه. 11 الأهلي 11 الترجي، استقبال إعداد ومحاولة أهو. يلا يا رجالة يلا يا رجالة، معلش يلا، متوقعهاش عبد الله، هو نزل بركبته بس ما لحقهاش. نشر الترجي، 3 على الارسال، محمد خالد بن سلمان، ارسال من اعلى استقبال، عداد عبد الله هناك، واحمد سعيد
برافو يا احمد، تسلم ايدك يا ابني. نقطه التعادل 12-12، هو ده الضرب الصح، الضرب القطري اهو طالع وضارب قطري. 12-12 النادي الاهلي، والارسال احمد صلاح. احمد صلاح على الارسال، احمد صلاح تلتاشر الترجي 12 الاهلي. ارسال من اعلى، استقبال ومحاوله من عادل دولا بيجيب نقطه التعادل. يلا يلا يا رجاله احسن، دولا التعادل 13-13. قلت لحضراتكم الجيم ده ماشي نقطه نقطه، ولكن ربنا يوفق ان شاء الله لعيبه النادي الاهلي. احمد سعيد على الارسال، احمد سعيد شفيق رقم 18 مركز 4 بيلعب ارسال قوي بيجي في الشبكه وتعدي ملعب الترجي، ومحاوله ومحاوله مره ثانيه، ولكن خبط محمد رمضان في لوحه الاعلانات وحاول عليها وجري وراها اهو امام حضراتكم. والنقطه الارسال مع الترجي، ارسال من اعلى، استقبال النادي الاهلي، وادي محاوله احمد سعيد والنقطه نقطه. برافو يا احمد. 14-14 اهو احمد سعيد لعبها بليسنج كده وشاف حته فاضيه اهو لعبها، بص بدل ما يشوطها راح لعبها زي بتاعه المعدين. 14-14 والارسال مع النادي الاهلي، الدوله بيلعب ارسال، ارسال قوي، استقبال ومحاوله مره ثانيه وندافع. معلش ارسال مع الترجي، ارسال اهو مع حمزه ناقه بيلعب ارسال من اعلى، ارسال قوي، استقبال، اعداد. احمد صلاح يا بطل، يلا هتصد يا رجاله، يلا يلا هتصد، هتصدي زوجي عبو وعبد الله عبد السلام بيجيب نقطة التعادل. أحسن عبد الله عبد السلام، 15-15، يلا يا رجالة. عبد الله على الإرسال، عبد الله عبد السلام. يا الفتى الأسمر، استقبال الترجي، إعداد وضربة ساحقة خارج الملعب من حليم عبو. نقطة للترجي، 16 الترجي، 15 النادي الأهلي. الجيم ماشي نقطة نقطة. كان الله في عون الكابتن محمد رسول حميدو. رقم 6 على الإرسال، محمد عثمان، محمد علي بن عثمان، استقبال، إعداد عبد الله، يلا يا حسيني. استقبال مرة ثانية ومحاولة عبد الله عبد السلام، معوض أحمد صلاح ودخل بإيده، في تداخل، مفروض في تداخل يا حكم. أهو نقطة للترجي، 17 الترجي، 15 الأهلي. يلا يا رجالة تتعوض، وقت مستقطع طلبه محمد مصالح ميدو كابتن مدير الفني للنادي الاهلي. اهو توجيهات مصلحي، ارسال فلوتر عشان يصعب المهمه. معايا هون
كابتن محمد مصلحي وتامر مجدي، إيهاب فخر الدين طبيب، سامح ضلام، محمد جمعة مساعدين، واللواء خالد أبو زينة المدير الفريق، وأيمن علي. انتهى الوقت المستقطع. اللي كان طالبه محمد مصلح المدير الفني للنادي الأهلي، والإرسال مع نادي الترجي 17-15، والإرسال أهو استقبال إعداد خلفي هناك عبد الرحمن الحسيني، ونقطة نادي الأهلي. برافو برافو يا حسيني، حائط صد عبد الرحمن الحسيني أثبت وجوده، والنقطة رقم 16 للنادي الأهلي. اهو عبد الله عبد السلام بيشاور له بيقول له 100 100. الحسيني على الارسال مره ثانيه، استقبال اعداد وضرب ساحق ومحاوله من النادي الاهلي ودفاع من محمد رمضان، وضربه ساحقه من احمد صلاح، ونقطه التعادل 17-17. يلا يا رجاله، احمد صلاح ضارب اهو بذراعه الايسر، ونقطه والتعادل. الحسيني على الارسال، هيلعب ارسال من اعلى مع الوزن، ارسال قوي بيلعب في الوتر زي ما توجيهات الكابتن مصلحي. معلش نحاول، يلا 18 الترجي 17 الاهلي، وقت مستقطع او تغيير، عمل تغييره فريق الترجي رقم 17 نزل ايمن كروي، هيلعب الارسال. ضايع الارسال، احسن 18-18 التعادل. يلا يلا يا رجاله، العب في الوتر زي ما الكابتن مصلحي قال لكم، يلا يا عبو. عبد الله عبد السلام ارسال من اعلى، عبد الحليم عبو سوري، وادي ضربه ساحقه ومحاوله، ونقطه للنادي الاهلي، نقطه التقدم 19 النادي الاهلي 18 الترجي. يلا يلا يا عبو، اهو طالع طالع طالع، خطا خطا على رقم 13 سليم باركي. عبد الحليم عبو على الارسال، منتظر سفيره الحكم ولعب، استقبال يلا احسن حسيني، ضربه ساحقه، برافو برافو. النقطه 20، النقطه 20 والتقدم للنادي الاهلي. يلا يلا يا رجاله، فرقنا نقطتين اهون زي الشوط اللي فات اهو، عبو بيقول لهم اهو. يلا يا رجاله، طلب اكيد الوقت مستقطع المدير الفني ترافيكا، المدير الفني الصربي الايطالي، عايز يوقف طبعا تقدم النادي الاهلي اهو زي ما قلت لحضراتكم. كابتن مصلحي اهو بيدي تعليماته، وادي وادي المدير الصربي الفني الصربي ترافيكا. طبعا 20 النادي الاهلي 18 للترجي التونسي. يلا يا رجاله، او تامر تايجر مع محمد احمد قض، مع اللعيبه الاحتياط، هيعمل تغييره تقريبا اعتقد الكابتن مصلحي. ارسال من اعلى عبد الحليم عيبو، استقبال مره ثانيه ومحاوله وحاد صد، جميل جميل. 21 النادي الاهلي 18 للترجي، حائط صد جامد قوي اهو اهو، محمد عادل دولا واحمد سعيد شفيق، وبيجيب النقطه 21 والتقدم بفارق 3 نقاط. يلا يا اهلاويه الهمه شويه. عبد الحليم عيبو على الارسال، ارسال من اعلى، استقبال فلوتر زي ما كابتن مصلحي قال له، صعب المهمه. نقطة ل
فريق الترجي 19 برضو احنا افضل واحسن. يلا فريق نقطتين ان شاء الله. ارسال من اعلى الترجي جت في الشبكه واعداد ومحاوله مره ثانيه. يلا يا رجاله هتصد خارج الملعب دي. عشرين الترجي 21 الاهلي. نخلي بالنا نخلي بالنا من الشوط ونخلي بالنا من الارسالات. ارسال مع الترجي. يلا يلا يا اهلاويه اهو اعداد عبد الله عبد السلام احسن. احمد سعيد احمد سعيد 22 20 فارق نقطتين. يلا يا رجاله احنا احسن وافضل. يلا يا صلاح يا عالمي احمد صلاح رقم 4 على الارسال عامل تغيير نادي الترجي دخل رقم 12 مهدي بن شيخه. اقول لحضراتكم مكان مين دلوقتي الصوره مش جايه بالظبط. كابتن الفريق مهدي بن شيخه احمد صلاح العالمي 22 20 يا ابو صلاح يا جامد ونقطه ايس ايس 23 النادي الاهلي 20 الترجي. ان شاء الله الاهلي ياخد الشوط ده باذن الله. اهو في بيتعزموا على الكوره احسن احسن. يلا يلا يا رجاله فرحه فرحه ما بعدها فرحه. احمد صلاح في الارسال وقت مستقطع طلبه طبعا المدير الفني للترجي التونسي ترافيكا المدير الفني الصربي. ثلاثة وعشرين عشرين أحسن يا رجالة. خلص الوقت المستقطع. يلا إرسال مع النادي الأهلي. أحمد صلاح العالمي يلا هات نقطة كمان يا صلاح. أحمد صلاح أحمد صلاح استقبال الترجي إعداد ومحاولة وتغطية على حائط الصد. يلا يا رجال يلا يا أحمد يا أحمد يا سعيد يعدي الكرة ولكن خطأ خارج الملعب من أحمد سعيد والنقطة 21. يلا إرسال من نادي الترجي. بص الكرة خارج اللعيبة جت من خارج الملعب بره العصاية خارج خارج الأنتنة أو خارج مجال العبور الكرة. ارسال استقبال اعداد عبد الله ضرب ساحق من احمد صلاح احمد سعيد احمد سعيد بيجيب النقطه 24 نقطه الشوط او لاست بوينت سوري عفوا. حسام يوسف نزل مكان عبد الله عبد السلام نقطه وينتهي هذا الشوط 24 للنادي الاهلي 21 الترجي. احمد سعيد على الارسال ارسال قوي. يلا يا رجاله يلا يا رجاله محاوله مره حسام يوسف وادي مره ثانيه خارج الملعب حسبها ايه تاتش تاتش بلوك نقطه للنادي الترجي اهي طالع شايط اهو 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 في خطا شبكه. لغى التغيير كان عايز ينزل سميث الامريكي المحترف الامريكي لغى التغيير يعتبر بيقول نقطة اتاخر والاهلي 24 22 الترجي والارسال مع الترجي استمر اللعب. ارسال من اعلى رقم 13 سليم مباركي جت في الشبكه والنقطه 25 ونهايه الشوط الاول الشوط الثاني 25 22 للنادي الاهلي ونتيجه 2 النادي الاهلي لا شيء لنادي الترجي التونسي. وفاصل وفاصل ونعود مع حضراتكم.
مع الشوط الثالث من مباراة الكرة الطائرة بين فريقي النادي الأهلي ونادي الترجي التونسي بصالة قليبة بتونس، والتقدم للنادي الأهلي 2-0 في الأشواط. الشوط الأول 25-22، الشوط الثاني 25-22، ومع الشوط الثالث وإن شاء الله بالتوفيق للنادي الأهلي، لعبة النادي الأهلي رجالة وهتثبت، وإن شاء الله الأهلي يكون أكثر الأندية تتويجا بالألقاب، حاصل على 20 لقب دولي. هيبقى النادي الأهلي على إيدك اليسار زي ما هو، طبعا تعليمات الاتحاد الأفريقي إن يبقى فيه تعليمات الكورونا إن اللعيبة تبقى تثبت في مكانها، وآدي على إيدك الشمال النادي الأهلي بزيه الأحمر، وعلى إيدك اليمين فريق الترجي التونسي بالأحمر في الأصفر. وتشكيل النادي الأهلي هنقول لحضراتكم عليه حالا دلوقتي: عبد الله عبد السلام، أحمد صلاح رقم 4، عبد الله عبد السلام رقم 2، عبد الرحمن سعودي رقم 8، عبد الرحمن الحسيني رقم 8، محمد عصام رقم 9 و2 ليبرو، محمد رمضان رقم 17، واحمد سعيد رقم 18، وعبد الحليم عبو رقم 3. وادي ضربه ساحقه ونقطه للنادي الاهلي في الشوط الثالث والتقدم الاهلاوي اهو. طيب محمد عصام معوض ونازل محمد عادل دوله رقم 11، والارسال مع عبد الحليم عبو والتقدم الاهلاوي في الشوط الثالث. يلا يا رجاله الهمه شويه يا اهلاويه. عبد الحليم عبو 1 الاهلي 2 الترجي في الشوط الثالث، وادي ارسال من عبد الحليم عبو في الوتر، اعداد ومحاوله وحائط صد احمد صلاح مره ثانيه، محاوله من النادي الاهلي للدفاع عن الملعب ولكن التعادل 1-1، والارسال مع الترجي. ان شاء الله الاهلي يفوز بالشوط الثالث والمباراه وتبقى بطولة جديدة للنادي الأهلي. يبقى كده إن شاء الله. الإرسال مع رقم 3 خالد بن سلمان، إعداد ومحاولة من النادي الأهلي. يلا يا أحمد، دفاع مرة تانية النادي الأهلي، إعداد عبد الله وأحمد صلاح. يا ولد يا بطل، أحمد صلاح بيجيب نقطة. 2 الأهلي 1 الترجي، بيلعب وجات في إيد الليبرو رقم 19. طيب رقم 19 طيب كربوسلي او رقم 2، رقم 2 لاعب رقم 2 اللي هو احمد القاضي، ويجيب النقطه رقم 2 احمد صلاح. احمد صلاح على الارسال، يلا يا ابو صلاح، ارسال من اعلى ذراع الايسر، ضربه ساحقه ومحاوله وخارج، حسبها نقطه للنادي الترجي. احمد صلاح وعبد الله بيسلموا كده على لاعيبه الترجي، نوع من ازاله الشحن بين الفريقين. وادي ارسال من نادي الترجي، استقبال اعداد محمد عصام، احمد سعيد بيحاول يعدي الكره ونقطه فعلا فوق حائط الصد، والنقطه الثالثه ويتقدم النادي الاهلي 3 اهو. احمد سعيد طالع ولعب الكره فوق حائط الصد وبيجيب النقطه الثالثه. يلا يا رجاله، اهو احمد صلاح بيمسح مع المبر او صبيه الملاعب ارضيه الملعب. احمد سعيد على الارسال، وارسال قوي، استقبال ومحاوله من نادي الترجي، وادي اعداد من محمد رمضان ومحاوله، لكن الكوره تبقى نقطه لنادي الترجي، خطا على الشبكه، والتعادل 3-3. اهو طالع محمد عادل دوله ما بيعديش الكوره وبتنزل، ومحاوله من عبد الرحمن الحسيني انه يلم الكوره ولكن خطا، والتعادل 3-3. الارسال مع الترجي، تركب وحذر من لاعبي النادي الاهلي مره ثانيه، عبد الله حاول يجيبها كده نقطه ولكن ما جاتش قويه، خارج الملعب تاتش بلوك ونقطه للترجي. تاتش بلوك، خلي بالنا من الكرات اللي بتبقى زي دي اهي. يلا يلا نعوض، يلا الارسال مع الترجي،
ارسال من اعلى استقبال معوض، وادي محاوله احمد صلاح خارج الملعب ونقطه، نقطه التعادل 4-4، 4 الاهلي 4 الترجي. ارسال من النادي الاهلي، اهي الكره المعاده اهي باينه، محمد عادل على الارسال، هيلعب ارسال من اعلى 4-4، فولوتر اهو، اعداد ومحاوله وحارس صد قوي من عبد الله عبد السلام، وبيجيب منها النقطه الخامسه ويتقدم الفضل الاسمر للنادي الاهلي. عبد الله بيجيب النقطه الخامسه، 5 الاهلي 4 الترجي. يلا يا رجاله، يلا يا اهلاويه، الهمه شويه. خمسة أربعة والتقدم للنادي الأهلي. إعداد من ترجي ومحاولة مرة تانية، إعداد عبد الله عبد السلام وبيشوط أحمد سعيد وبيجيب النقطة الستة، النقطة الستة، 6 النادي الأهلي 4 ترجي. يلا يا أهلاوية، يلا يا رجالة. في تغيير كده، رقم 12 نازل أهو، رقم 12 اللي هو مهدي بن شيخة في نادي الترجي، تغيير محمد عادل دولا. يلا يا رب يبارك لك يا دولا، فور باص والنقطه السابعه للنادي الاهلي، 7 النادي الاهلي، في دربكه كده في صفوف نادي الترجي، يا رب تستمر لنهايه الشوط، 7 الاهلي اهو، طالع يلعب الكرة طبعا، عدت وتبقى تعتبر فور باس. أحمد سعيد فرحان جدا أهو، لعيبة النادي الأهلي كلها، نقطة نقطة للترجي، النقطة الخامسة. يلا يا رجالة، يلا نعوض، يلا نعوض النقطة دي. الإرسال مع الترجي، علي فضيل الحكم المغربي بيشاور على الإرسال، ارسال من اعلى استقبال احمد سعيد، اعداد عبد الله، احمد صلاح يا بطل يا عالمي، والنقطه الثامنه، 8 النادي الاهلي 5 للترجي، اهو طالع وضارب ومنشن، احسن يا كابتن، احسن يا بطل، احسن يا عالمي، 100 100. عبد الله عبد السلام على الارسال، ارسال من اعلى استقبال ومحاولة مرة تانية، يلا نغطي يا جماعة على حائط الصد، 6 للترجي 8 للنادي الأهلي. الإرسال مع الترجي، حمزة بن نقابي يلعب الإرسال من أعلى، الإرسال ده قوي يا جماعة نخلي بالنا، اعداد عبد الله، نقطة نقطة، أحمد سعيد، أحمد سعيد بيجيب النقطة التاسعة، تسلم إيدك يا أبو حميد، 9 النادي الأهلي 6 الترجي التونسي، وقربنا قربنا شوية أهو من الفوز بالشوط الثالث والمباراة. يلا يا رجالة، إرسال من أعلى استقبال، إعداد من الترجي وضرب ساحق، نخلي بالنا من حمزه، ده اللي بيطلع يشوط يا جماعه، بيشوط جامد وبيلعب ارسال جامد. اهو طالع اعلى نقطه وضارب، ارسال مع الترجي، 7 الترجي 9 النادي الاهلي. يلا يا رجاله، الحسيني واحمد سعيد، احمد خارج الملعب يا احمد، معلش نعوض، يلا يلا، نقطة فارق للنادي الأهلي، فارقين برضو، إحنا أحسن، إحنا الأحسن فنيا وتكتيكيا ومهريا. إرسال من الترجي، إعداد عبد الله، أحمد سعيد يا بطل يا بطل، نقطة النقطة التاسعة، نقطة العشرة، 10 الأهلي 8 للترجي، أهو ضارب جامد في نص الملعب، 10 الاهلي 8 الترجي. يلا يا رجاله،
عبد الحليم عبو على الارسال، عبو بيلعب ارسال قوي، استقبال اعداد، يلا حائط صد سريع من ثلاثة من عندهم. تسعة الترجي، عشرة النادي الاهلي، وما زال الفارق لصالحنا. الارسال مع النادي الترجي، ايمن كروي رقم 17 هيلعب ارسال من اعلى، استقبال اعداد عبد الله، ضربه ساحقه جميله من عبد الرحمن الحسيني اللي بيجيب النقطه 11. يا بطل يا عبد الرحمن، اهو ضارب خلفي وطالع وضارب، ولد ولد، تسلم ايدك يا ابني. احمد صلاح على الارسال، 11 الاهلي، 9 الترجي. احمد صلاح، يلا يا ابو صلاح، معلش معلش. انتقل الارسال الى نادي الترجي، والنتيجه 10 الترجي 11 الاهلي. ارسال خارج الملعب، شكرا شكرا. 12 للاهلي 10 الترجي، يلا يا رجاله يلا يا رجاله. احمد سعيد على الارسال، احمد سعيد شفيق رقم 18، احمد سعيد يلا يا بطل، معلش معلش. 11 الترجي 12 الاهلي، والارسال مع نادي الترجي. ارسال من اعلى، استقبال احمد سعيد، اعداد عبد الله، ضرب ساحق من احمد صلاح ولكن في الشبكه. 12 12 يلا برضو نعوض نعوض لسه. ارسال مع نادي الترجي، 12 12 التعادل. الإضاءة جاية في عين أحمد، أهو بيحاول يحط إيديه. خارج الملعب، شكرا شكرا. 13 النادي الأهلي 12 للترجي، يلا يا رجالة بيتعاهدوا على إن ما فيش أخطاء عشان يفوزوا، عشان يفوزوا بالشوط وبالمباراه وبالبطوله. كل التوفيق للاعيبه النادي الاهلي. محمد عادل دولا، استقبال اعداد ومحاوله مره ثانيه وحائط صد، والتعادل التعادل. يلا يا رجاله معلش تتعوض. ارسال من نادي الترجي رقم 13 سليم مباركي، تلتاشر تلتاشر، والإرسال مع الترجي. خلي بالنا من الإرسال قوي، استقبال عبد الله، يلا يا أحمد يا صلاح، يا عالمي يا عالمي. النقطة 14 أحسن، تسلم إيدك يا أبو صلاح. يلا يا عبد الله يلا يا عبد الله يا كابتن الاهلي، اهو احمد صلاح طالع وضارب بكل قوه، والتقدم للنادي الاهلي 14 13. عبد الله عبد السلام ارسال قوي، بيصعب مهمه منا. اي معلش معلش، حمزه ضرب ونقطه التعادل. حمزه نقه 14 14، طالع ضارب وراكب. يلا احنا الاحسن، يلا يا رجاله الهمه شويه يا اهلاويه، يلا يا اهلاويه الهمه شويه يا رجاله. يلا يا عبد الرحمن، اعداد ومحاوله وتغطيه يا جماعه، التغطيه. فارق نقطه مش مهم، فارق نقطه مش مهم. يلا الترجي ارسال،
في الشبكة. شكرا شكرا. 15-15 التعادل والإرسال مع عبد الرحمن الحسيني. يلا يا بطل، يلا يا رجالة، احنا الأحسن فنيا ومهريا وتكتيكيا وكل شيء إن شاء الله. عبد الرحمن الحسيني، اختيار موفق من محمد مصلح ميدو انه بيلعبه اهو. استقبال اعداد ومحاوله مره تانية. يلا يا جماعه نخلي بالنا، نخلي بالنا. 16 الترجي، 15 الاهلي. نقطة للنادي الأهلي والتقدم للنادي الأهلي. التعادل 16-16. عبد الحليم حبو على الإرسال، هو التصوير ما كانش جايب النقطة يا جماعة. أهي أحمد سعيد لعب الكورة وجات نقطة للنادي الأهلي. 16-16 حبو على الإرسال. إرسال من أعلى، استقبال، وأدي إعداد، وأدي ضرب خلفي ومحاولة والحسيني، ونقطة للترجي. 17 الترجي، 16 الأهلي. إرسال من أعلى للترجي، رقم 2 أحمد القاضي، استقبال، إعداد، ضربة ساحقة من محمد عادل دولو، ولا أحسن ولا أروع من الضربات الساحقة يا دولو. التعادل 17-17 أهو. محمد عادل طالع وضارب، في تغيير كده، أحمد صلاح وعبد الله عبد السلام، وهينزل أحمد قطب وحسام يوسف. يلا يا رجالة، هو بيريحهم فنيا كده عشان ياخدوا نفسهم. الارسال مع النادي الاهلي والتعادل. حسام يوسف معد النادي الاهلي مع عبد الله عبد السلام. حسام ارسال من اعلى، احسن، استقبال، اعداد، ومحاوله للدفاع عن الملعب وخارج الملعب، ونقطه للنادي الاهلي. 18 الاهلي، 17 الترجي اهو. هاي الكرة اهي، اهي خارج الملعب، ونقطة للنادي الأهلي. الأهلي 18-17 الترجي التونسي. والإرسال مع حسام يوسف، حسام بيلعب إرسال قوي، إعداد، ودفاع عن الملعب مرة تانية. أحمد سعيد وانقذ الكره لاعب الترجي، ومحاوله لادخال الكره الى ملعب النادي الاهلي، وضربه ساحقه من احمد سعيد. يا بطل يا بطل، النقطه 19، فارق نقطتين. يلا يا رجاله، يلا يا رجاله اهو. حسام عد واحمد ضرب. حسام اهو، حسام يوسف اهو، سعيد بالنقطه لان هو لعب الكره بالمقاس لاحمد صلاح. حسام على الارسال، من ساعه ما حسام مسك الارسال ولعبه ثالث مره ان شاء الله باذن الله. يلا يا حسام، ارسال قوي، اعداد، ومحاوله مره ثانيه، دفاع عن الملعب. يلا يا رجاله، يلا يا احمد، نعدي الكوره يا ابو حميد. يلا معلش، 18 الترجي، 19 النادي الاهلي. الإرسال مع الترجي، أعتقد في وقت مستقطع ولا في إيه يا جماعة؟ الصورة مش باينة خالص. كان عايز ينزل أحمد صلاح و ولغى هو التغيير أعتقد. أحمد سعيد على الإرسال، 20 النادي الأهلي، 18 الترجي. استقبال، ضربة ساحقة قوية، عبد الرحمن الحسيني بيجيب النقطة 21، فارق 3 نقاط، 3 نقاط للنادي الأهلي. 21 الأهلي، 18 الترجي.
مصلحي عم بيقول لهم اهدوا اهدوا يا جماعه، نهدى في الارسال ونهدى في اللعب. احسن عبد الرحمن الحسيني يا بطل يا ولد. وقت مستقطع طلبه طبعا المدير الفني الصربي الصربي ترافيكا، اهو صوته مسموع جدا. النتيجه واضحه اهي، الشوطين الاول والثاني 25 22 للنادي الاهلي، والتقدم في الشوط الثالث 21 18، فارق 3 نقاط. باذن الله الاهلي يخلص ويفوز بالشوط الثالث والمباراه، وتبع البطوله 21 افريقيا للنادي الاهلي الاكثر تتويجا، البطوله اللقب 21 افريقيا وعالميا. ارسال من النادي الاهلي، احمد سعيد على الارسال، ارسال من اعلى، اعداد من الترجي ومحاوله مره ثانيه، وادي ضربه ساحقه خارج الملعب، خارج الملعب، حاسبها جوه او جاي على الخط. في تغيير كده للنادي الاهلي، هينزل المحترف سميث رقم واحد اهو، الصورة مش جاية عليه قوي. إرسال من أعلى رقم 11 إسماعيل معلق اللي كان محترف في نادي الزمالك، وأدي ضربة ساحقة قوية من محمد عادل دولو دولا، النقطة 22 يا ولد يا عادل يا ولد. يلا يا رجالة، بص بص ارفع وانا شوط، حسام رفع وعادل شاط. ٢٢ النادي الاهلي، ١٩ الترجي. يلا يا رجاله، محمد عادل دولا بيلعب ارسال من اعلى، استقبال مره ثانيه ومحاوله، والنقطه والنقطه، نقطه للنادي الاهلي، ٢٣ ٢٣ النادي الاهلي، ١٩ اربع نقاط، نقطتين وينتهي هذا اللقاء وهذا الشوط لصالح النادي الاهلي، وبطوله جديده للنادي الاهلي. اهو اهو محمد مصلحي ميدو، وقت مستقطع طلبه المدير الفني ترافيكا الصربي للنادي الترجي، صوته مسموع طبعا وزعيقه مسموع. اقتربنا من الفوز بالشوط الثالث والبطولة. الحكم الثاني بيشاور للمدير الفني بيقول له انت خدت اثنين وقت مستقطع بتوعك خلاص ما بقاش. محمد عادل دول على الارسال، 23 19 النادي الاهلي. يلا يا دولا، ارسال من اعلى، استقبال وإعداد ومحاولة مرة تانية خارج الملعب، ونقطة 20 للترجي. في تغيير كده للنادي، تغيير للنادي الترجي أهو أمام حضراتكم، 13 نازل اللي هو سليم مباركي، نازل رقم 13 مكان رقم واحد اللي هو نبيل ميلادي. الإرسال مع الترجي، خد خمس تغييرات، بيشاور للمدير الفني يقول له انت خدت خمس تغييرات اهو، فاضل له تغييره واحده. ارسال، ارسال من اعلى، استقبال النادي الاهلي. يلا يا رجاله، يلا يا احمد ياض، مره ثانيه اهو محاوله، دفاع عن الملعب ودفاع عن الملعب مره ثانيه من النادي الاهلي، معلش معلش المره دي. 21 الترجي، 23 النادي الاهلي. يلا يا رجاله، 25 22 الشوط الاولاني والشوط الثاني 25 22. يلا يا رجاله النادي الاهلي، فاضل نقطتين وننهي اللقاء لصالحنا وننهي المباراه والبطوله ونحصل على البطوله. وقت مستقطع طلبه المدير الفني
انتهى الوقت المستقطع. يلا يا الهوية شد حيلكوا شوية. يلا يا الهوية نقطتين ونفوز بالشوط وبالمباراة والبطولة، نقتنصها من فم الأسد. استقبال النادي الأهلي، إعداد ومحاولة مرة تانية وضرب ساحق خارج الملعب. لسه في الملعب، لسه في الملعب يا رجالة، لسه في الملعب مرة تانية. وحائط صد، سميث بيلعب الكرة وبيعدي، وضربة ساحقة من أحمد سعيد. معلش معلش المرة دي 22 الترجي، 23 النادي الأهلي. إرسال مع نادي الترجي. يلا يا أهلاوية شدوا حيلكوا شوية. إرسال من أعلى، إرسال استقبال من النادي الأهلي، وإعداد من حسام يوسف، وضربة ساحقة وخارج الملعب. والنقطة 24 نقطة، وينتهي هذا الشوط وهذا اللقاء لصالح النادي الأهلي. بطولة جديدة تضاف لصندوق النادي الأهلي ودولاب النادي الأهلي للكرة الطايرة. إن شاء الله بإذن الله نقطة واحدة. أهو تغييرات عاملها عبد الله عبد السلام، نزل وطلع حسام يوسف على الإرسال عبد الله بعد ما خد أنفاسه. لأ حسام موجود أهو. عبد الله عبد السلام على الإرسال. يلا يا أهلاوية شدوا حيلكوا شوية. نقطة واحدة ويفوز النادي الأهلي بالبطولة الأفريقية. خارج الملعب يا عبد الله. 23 الترجي، 24 تغيير لنادي الترجي اهو. رقم 2 خارج، رقم 2 داخل، ورقم 12 خرج، مهدي بن شيخه، ونزل حمد القاضي احمد القاضي. والارسال مع حمزه بن ناقه، ووقت مستقطع طلبوا اعتقد الكابتن ميدو عشان يهدي اللعيبه. اهو تعليمات اهي. يلا يا رجاله، يلا يا اهلاويه. نقطة نقطة ونخلص الجيم بإذن الله. نقطة ونخلص الجيم. يلا يا اهلاويه، يلا عشان نسعد الجماهير الاهلاويه الغفيرة. إن شاء الله. إرسال مع نادي الترجي، استقبال من النادي الأهلي، وإعداد وتركب وحذر عشان يفوز بالبطولة وبالماتش وبالمباراة. إرسال من أعلى، استقبال، إعداد من عبد الله عبد السلام. يلا يلا مرة تانية يا رجالة، يلا مرة تانية يا عبد الحليم، نعدي الكرة يا عبد الحليم. أربعة وعشرين، أربعة وعشرين. معلش هنعوض. يلا يا رجالة، إحنا الأفضل، إحنا الأحسن. استقبال النادي الأهلي، عبد الله عبد السلام، عبد الرحمن الحسيني. نقطة لنادي الترجي، 25 24. إرسال مع الترجي، الترجي 25 الأهلي 24. إرسال من أعلى، حمزة بن ناقة، خارج الملعب، خارج. نقطة إيس ونقطة 26، وينتهي الشوط الثالث 26 24 لنادي الترجي، والنتيجة 2-1 لصالح النادي الأهلي. وفاصل ونعود لحضراتكم.
الشوط الرابع للكرة الطايرة بين فريقي النادي الأهلي والترجي في نهائي أفريقيا بصالة نادي قليبة بقليبة التونسي بتونس. ونتيجة تقدم النادي الأهلي في الأشواط 2-1. الشوط الأولاني والثاني انتهى لصالح النادي الأهلي 25-22. الشوط الثالث كان لصالح الترجي التونسي 26-24، وكان الأهلي الأقرب، ولكن مش كل الأمنيات بتتحقق. إن شاء الله بإذن الله ناخد الشوط دون ونفوز 3-1، وتبقى إن شاء الله ونفوز بالمباراة بإذن الله. نلعب بروح أكبر، نلعب بروح أحسن بإذن الله. روح النادي الأهلي والفانلة الحمراء. أدي أحمد صلاح وهو بيشجع اللعيبة. تشكيل النادي الأهلي على إيدك اليمين، على إيدك اليسار بزيه الأحمر أحمد صلاح، عبد الله عبد السلام رقم 2، محمد عادل دولا رقم 10، عبد الحليم عبو رقم 3، عبد الرحمن الحسيني رقم 8، وادي ادي جماهير نادي الترجي بتشجع فرقاتها. وادي عبد الرحمن الحسيني رقم 8 اللي نجح في الاختبار اللي دفع بيه كابتن محمد مصالح ميدو. وادي احمد سعيد رقم 18، احمد سعيد شفيق. يبقى كده فريق النادي الاهلي ومعاه الاثنين ليبرو محمد معوض ومحمد رمضان. اما فريق نادي الترجي التونسي، نبيل ميلادي رقم 1، احمد القادر رقم 2، خالد بن سلمان رقم 3، محمد بن يوسف 4، حمزه نقر 7، الياسكر مصلي رقم 8، مهدي بن شيخ رقم 12، كابتن الفريق اسماعيل معلة رقم 11، سليم باركي رقم 13، والليبرو طيب كربوسلي 19. ادي النادي الاهلي على يسارك والنادي ترجع على اليمين. طبعا تعليمات الاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي برئاسة بشرى حجيج رئيس المغربيه رئيس الاتحاد الافريقي. وادي ارسال من اعلى عبد الرحمن الحسيني، استقبال، محاوله مره ثانيه من نادي الترجي، ونقطه لنادي الترجي، النقطه الاولى في الشوط الرابع جت في ايد احمد سعيد وخرجت بره، ونقطه لنادي الترجي. ارسال من اعلى، استقبال النادي الاهلي، اعداد عبد الله، ده احمد صلاح يا بطل، ونقطة للنادي الأهلي ونقطة التعادل 1-1. يلا يا رجالة اهي، احمد صلاح طالع وضارب وجت في ايد رقم 2 اللي هو احمد القاضي. 1-1 والتقدم للنادي الأهلي 2 في الاشواط، 1 للترجي. استقبال، محاولة من نادي الترجي، وادي عبد الرحمن، محاولة، نقطة لخطأ على النادي الاهلي اهو في الشبكه، واثنين الترجي، 1 النادي الاهلي. ارسال من الترجي، ارسال من اعلى، استقبال، اعداد عبد الله، احمد سعيد يا ولد، ودفاع مره ثانيه بيصعب هجوم المنافس. مره ثانيه حمزه الناقه، ومحاوله حائط صد زوجي ناجح من النادي الاهلي احمد سعيد ومحمد عادل دولو دودو محمد عادل دولا محمد عادل، نقطه رقم 2 والتعادل 2-2. حائط صد ناجح اهو، احمد صلاح على الارسال رقم 4، يلا يا ابو صلاح، كانت في الشبكه وتعدي، اعداد، حائط الصد، دفاع عن الملعب، يلا يا رجاله، احمد صلاح بيعد هناك في مركز 4 مره ثانيه، دفاع عن الملعب، ومحاوله من احمد صلاح، ونقطه لنادي الترجي ثالثه، النقطه الثالثه، 3 الترجي 2 النادي الاهلي. الارسال مع الترجي، ارسال من اعلى، استقبال عبد الرحمن، اعداد عبد الله، يا دولا يا ولد يا بطل، نقطه التعادل 3-3 اهو، طالع وبص بقى سريع من مركز 3 بيجيب النقطه الثالثه، ونقطه التعادل. احمد سعيد على الارسال رقم 18، احمد سعيد
ارسال من اعلى استقبال حمزه بيشوط وحاط الصد تاتش تاتش بلوك والنقطة الرابعة للترجي. الإرسال مع الترجي. استقبال أحمد سعيد. استقبال مرة تانية محمد عادل دولو. محمد عادل بيجيب النقطة رقم 4 والتعادل. بيتعادل مرتين محمد جاب 3-3 وادي النقطة دي 4-4 والإرسال مع محمد عادل. يلا يا دولا. إرسال من أعلى استقبال وإعداد ومحاولة من النادي الأهلي ولكن عدت. خمسة الترجي 4 النادي الأهلي. ارسال من اعلى استقبال النادي الاهلي اعداد عبد الله خلفي لاحمد صلاح يا ولد والنقطة التعادل 5-5 احمد صلاح يا بطل. ارسال مع النادي الاهلي عبد الله عبد السلام. عبد الله على الارسال 5-5 التعادل الشوط الرابع والنتيجة والنقاط ماشية نقطة نقطة هنا ونقطة هنا. إرسال ساحق وإرسال وإيس ونقطة للنادي الأهلي عبد الله عبد السلام يا بطل يا ولد أهو جت في إيد اللاعب وخرجت بره. عبد الله عبد السلام كلاكيت تاني مرة يلا يا عبد يلا الفتى الأسمر استقبال و ده اعداد ومحاوله جت في عبد الله وخرجت بره الملعب ونقطه التعادل 6-6. ارسال مع نادي الترجي خارج الملعب ونقطه للنادي الاهلي شكرا. 7 الاهلي 6 الترجي. يلا يا رجالة ارسال فلوتر كده خلف الشبكة تكتيكي 8 عبد الرحمن الحسيني. عبد الرحمن معلش يا عبد الرحمن 7-7 الارسال مع نادي الترجي رقم 2 احمد القاضي والتعادل خارج الملعب محدش احسن من حد ارسال بره شكرا. 8 النادي الاهلي 7 الترجي. اللعيبه بتشجع بعضها عبد الرحمن الحسيني واحمد صلاح ومحمد عادل وعبد الله عبد السلام واحمد سعيد. يلا يا رجاله على الارسال عبد الحليم عبو رقم 3 النادي الاهلي استقبال ومحاوله 8-8 يا رجالة يلا. الإرسال مع الترجي إرسال من أعلى جت في إيد محمد معوض وخارج الملعب ونقطة لنادي الترجي 9-8. إرسال من أعلى استقبال ضرب ساحق من محمد عادل بيجيب ضرب سريع وبيجيب النقطة 9 ويتعادل 9-9. النادي الأهلي أهو طالع سريع وضارب من أعلى منطقة أحمد صلاح على الإرسال يلا يا أبو حميد احمد صلاح
خارج الملعب. على الارسال مع الترجي رقم 11 اسماعيل معلة، هيلعب ارسال من اعلى. استقبال اعداد عبد الله احمد سعيد، يا بطل يا بطل، نقطة 10 التعادل، تسلم ايدك يا ابو حميد. احمد سعيد على الارسال، التعادل 10-10. النادي الاهلي استقبال ترجي، اعداد ومحاولة مرة تانية، هتصدر الكرة ملعب الترجي في دفاع عن الملعب احمد صلاح، عبد الله احمد سعيد عبد الرحمن الحسيني، ولكن تيجي في الشبكة، ونقطة للنادي الاهلي، 11 الاهلي 10 للترجي، عشان الكرة جت في الحائط الصد وجت في الحاملين فبتعتبر على النادي الترجي. نقطة رقم 12 والتقدم للنادي الأهلي 12. عبد الله عبد السلام، عبد الله عبد السلام يا ولد، الفتى الأسمر بيجيب نقطة 12. 12 الأهلي 10 الترجي. يلا يا رجالة، يلا يا أهلاوية، شوية نشد حيلنا شوية. الشوط ده وهنبقى أبطال أفريقيا إن شاء الله. محاولة مرة تانية، عادل محمد عادل يا ولد يا ولد، النقطة 13 وفارق 3 نقاط، محمد عادل كده بيطلع حائط صد ويجيب نقطة. وقت مستقطع طلبه المدير الفني الصربي ترافيكا لهجومه، والنقطة 13 الأهلي 13 10 للترجي. يلا يا رجاله نشوف ايه ونحاول ونلعب ان شاء الله باذن الله، احنا احسن فنيا تكتيكيا ومهارات وخبره، واحنا ابطال افريقيا، واحنا اصحاب الالقاب المحليه والدوليه والعالميه في الكره الطايره. انتهى الوقت المستقطع اللي كان طلبه المدير الفني ترافيكا لوجوبو لوجو المدير الفني الصربي لنادي الترجي، والارسال مع احمد سعيد، احمد سعيد على الارسال، استقبال اعداد مره ثانيه، والنقطه 14 14. حائط الصد في كلمه السر، كلمه السر في حائط الصد يا شباب، يلا يا لعيبه، يلا يا اهلاويه، 14 10 فارق 4 نقاط او حائط صد، جاب النقطه الرابعه. محمد عادل دوله جاء، محمد عادل جاب نقطتين، وعبد الله عبد السلام جاب نقطتين، وادي اهو ارسال قوي واستقبال ومحاوله من لعيبه الترجي، وحائط صد برضه مره ثانيه، استقبال اعداد مره ثانيه، احمد صلاح بيشوط ولعب فوق حائط الصد، اعداد مره ثانيه، الترجي نلعب نغطي على حائط الصد يا رجاله، يلا يا عبد الرحمن، اعداد مره ثانيه، محاوله حائط الصد اهو اهو، حائط الصد كلمه السر في النادي الاهلي، يلا يا رجاله نلعب، يلا احسن، معلش معلش، حداشر اربعتاشر الترجي والاهلي، كابتن مصلحي بيشد ازر لاعيبته بيطلب منهم اللعب والهدوء. الارسال مع النادي الترجي، 11 الترجي 14 النادي الاهلي، خارج الملعب شكرا، 15 الاهلي 11، اهو بيطلب منهم نهدي اللعب، كابتن مصلح اهو قدام حضراتكم بيشاور للاعيبته نهدي اللعب شويه، 15 فارق 4 نقاط لصالحنا في تغيير لنادي الترجي، رقم 8 الياسكور موسلي نزل، محمد عادل على الارسال،
يلا يا دوله. ارسال من اعلى محمد عادل، استقبال اعداد، يلا حاطط الصد يا جماعه، حاطط الصد. اتناشر خمستاشر، فارق ثلاث نقاط. حمزه نقه مع الارسال، استقبال النادي الاهلي، اعداد عبد الله، احمد صلاح قويه جدا خارج الملعب، شكرا شكرا. النقطه 16، الاهلي يتقدم 16 12، فارق اربع نقاط. يلا يا رجاله، على الارسال عبد الله عبد السلام الفتى الاسمر الذهبي، بيلعب ارسال من اعلى خارج الملعب، في اعتراض من لاعيبه النادي الاهلي ان هو داخل الملعب. ان اتناشر تلتاشر الترجي، ستاشر النادي الاهلي، الارسال مع نادي الترجي، استقبال النادي الاهلي، اعداد عبد الله وضرب صاحب من حليم عبو سريع، ونقطه للنادي الاهلي، النقطه 17. احسن ضرب سريع، عايزين ضرب سريع يعني، وعايزين حواس صد قويه، وعايزين ارسالات قويه، ان شاء الله الاهلي يفوز باذن الله. 17 الاهلي 13 الترجي، والارسال مع الحسيني، ارسال من اعلى، استقبال، ضرب ساحق ومحاوله خارج الملعب، خارج الملعب، ونقطة للنادي الأهلي، النقطة 18، 18 13، خمس نقاط فارق، ويتقدم النادي الأهلي ويزحف نحو الفوز بالشوط الرابع والثالث له. 18 الأهلي 13 الترجي، عبد الرحمن الحسيني على الإرسال رقم 8، يلا يا حسيني، كرة في الشبكة، نقطة للترجي، 14 الترجي، 15 18 النادي الأهلي، مصلحي ماسك حسيني وبيواسيه طبعا مش عايزه يزعل. 14 الترجي 18 النادي الأهلي، والإرسال من أعلى، كرومي، أيمن كروي، إرسال من أعلى خارج الملعب، شكرا. النقطة 19، يلا يا رجالة، 19 الأهلي 14 الترجي، خمس نقاط فارق، يلا يا عبو، عبد الحليم عبو على الإرسال، لاعب النادي الأهلي رقم 3 مركز 3، عبو على الإرسال، يلا يا عبو، ايس ايس، نقطة للنادي الأهلي، والنقطة العشرين، 20 النادي الأهلي، 14 النادي الترجي، وست نقاط فارق للنادي الأهلي، يلا يا أهلاوية أهو، ايس، ونقطة للنادي الأهلي. اقتربنا هم الفوز بهذا الشوط وهذه اللقاء، عبوا على الإرسال، يلا يا رجالة، إرسال من أعلى، استقبال ومحاولة وحائط صد ناجح ولكن خارج الملعب، ونقطة لنادي الترجي. إرسال مع الترجي، إرسال من أعلى رقم 3 خالد بن سلمان، استقبال النادي الأهلي وإعداد أحمد صلاح خارج الملعب، والنقطة 21، النقطة 21 يا بطل يا أحمد يا صلاح، 21 الأهلي، وقت مستقطع أكيد هيطلبه المدير الفني الصربي عشان يمتص حماس اللاعبين. لا ما خدش وقت مستقطع، 15 الأهلي 21، 15 الترجي، ست نقاط فارق، أحمد صلاح على الإرسال، يلا يا بطل، حائط صد ناجح ناجح، أنا قلت كلمة السر في حائط الصد يا رجالة،
كلمه السر في حائط الصد عبد الله عبد السلام، وبيجيب النقطه 22 ثلاث نقاط، وينهي الاهلي هذا الشوط وهذا اللقاء وهذه البطوله لصالحه. احمد صلاح على الارسال 22 15، وقت مستقطع طلبه اهو زي ما قلت لحضراتكم لسه المدير الفني الصربي ترافيكا لنادي الترجي عشان يشوف اخطاء لعيبته. انتهى الوقت المستقطع. صالت عيسى بن نصر بنادي قليبة التونسي مليانة آخرها، ده طبعا ما يهز الشعرة لعيب النادي الأهلي. أحمد صلاح يا بطل على الإرسال، يلا يا أبو صلاح تسعد جماهير النادي الأهلي من أعلى. الإرسال استقبال ومحاولة ومرة تانية حائط الصد، كلمة النجاح أنا قلت لكم حائط الصد كلمة النجاح إن شاء الله كلمة السر. نقطة 23 حائط صد برضه عبد الله عبد السلام أهو طالع هو وعادل محمد عادل وبيجيب النقطة 23 أهو محمد مصلحي مدير الفني بيشاور لهم على حائط الصد. 23 الأهلي 15 الترجي، والإرسال مع أحمد صلاح استقبال إعداد ومحاولة مرة تانية وحائط الصد برضه، لكن المرة دي خارج الملعب، معلش خارج الملعب. الإرسال مع الترجي 16 23، فارق 7 نقاط. إن شاء الله بإذن الله جماهير النادي الأهلي تفرح وتسعد بالكرة بفريق الكرة الطايرة للرجال. استقبال من النادي الأهلي، عبد الله عبد السلام بيعد، أحمد صلاح بيشوط خلفي، استقبال الترجي إعداد مرة تانية حائط الصد النجاح. كلمة السر يا جماعة، كلمة السر حائط الصد محمد عادل وعبد الله عبد السلام. هذا الشوط لهم الأفضلية في حائط الصد. أهو طالعين حائط صد الاثنين والزاوية مقفولة وضرب نار في الشوط الرابع من لاعبي النادي الأهلي. 24 16 نقطة وينتهي هذا الشوط لصالح النادي الأهلي. يلا يا أهلاوية شد حيلكوا نقطة ويفوز النادي الأهلي خارج الملعب، ويفوز النادي الأهلي بهذا الشوط وهذا اللقاء وهذه البطولة على أرض تونس. أحمد سعيد بيغير مع سميث اللاعب الأمريكي المحترف جاريت سميث، تغيير لنادي الترجي رقم 2 مكان رقم 17، أحمد القاضي داخل مكان رقم 17 أيمن كروي. والإرسال مع الترجي، يلا يا أهلاوية آخر نقطة، نقطة الشوط لاست بوينت آخر نقطة. إرسال من أعلى، استقبال من النادي الأهلي، عبد الله عبد السلام يا بطل، ونقطة 25، والنادي الأهلي يفوز بالبطولة الأفريقية من أرض تونس، الأهلاوية الكبار اللي بيتوجوا بالبطولة الأفريقية ويشوط بالشوط الفوز الشوط الثالث 25 17، والنتيجة 3-1، ويفوز النادي الأهلي بالبطولة الأفريقية ويحقق بطولة جديدة لصندوق النادي الأهلي، فرحة ما بعدها فرحة، يلا يا رجالة فرحة نفوز بفوز النادي الأهلي بفريق الكرة الطايرة للبطولة الأفريقية. مش قادر أعبر والله يا جماعة، النادي الأهلي أثبت جدارته وقوته ومهارته، وأنا قلت في الأول إن النادي الأهلي أحسن وأفضل من الناحية الفنية ومن الناحية المهارية ومن الناحية التكتيكية، وفاز على فريق الترجي 3-1، والنتيجة الأشواط 25 22 25 22 و26 24، والشوط الأخير 25 16، ويفوز النادي الأهلي. هدية لجماهير النادي الأهلي ولكابتن الخطيب رئيس النادي الأهلي، كل الحب وكل الفوز وكل مبروك لجماهير الأهلي ومبروك لأعضاء النادي الأهلي البطولة الأفريقية للكرة الطايرة
ان شاء الله ربنا يوفقنا في البطولات القادمه. النادي الاهلي صانع التاريخ، صانع المجد. النادي الاهلي، ادي التهنئه، وادي شايفين لعيبه النادي الاهلي امام حضراتكم، الجهاز الفني، وادي اهو التلفزيون بيسجل مع احمد سعيد. ودايما النادي الاهلي بيثبت وجوده في كل مكان. يلا يا نادي الاهلي، اسعدت جماهير النادي الاهلي بالبطوله الافريقيه على ارض تونس، ونامل الترجي. وفاصل ونعود لحضراتكم مع تحيات الدكتور